النهارده هينطلق الموسم السادس من مواسم نجوم المسرح الجماعي، واللي بيعتبر فرصه طبعا مهمه جدا للمواهب، مكان بيطل منه نجوم وعروض مسارح الجامعات بالذات لجمهور القاهره والنقاد وكمان المتخصصين. المسرح الجماعي منك ليه دور مهم جدا في الحياه الفنيه المصريه، كبار الفنانين طلعوا من مسرح الجامعه. تعالوا نتعرف على تفاصيل اكثر عن المهرجان مع دكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافيه. صباح الخير يا دكتور وليد. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بيك. الدوره السادسه لنجوم المسرح الجامعي تحت شعار عوده الروح، عايزين نتكلم عن الدوره دي. الحقيقه الدوره السادسه للمهرجان اللي يعتبر احد المهرجانات اللي بقت موجوده على خريطه المسرح المصري منذ سنوات، واللي كل سنه عن سنه بياكد اهميته، والحقيقه التوفيق الشديد اللي كان عند اللي قرروا يعملوا مثل هذا المهرجان. زي ما حضرتك قلت كده، المسرح الجامعي اهم او واحد من اهم روافد المسرح المصري منذ زمن بعيد، وافرز كتير جدا من نجوم الحركه الفنيه المصريه على المدار. الفكره كانت البدايه الاهتمام بالمسرح الجامعي وتقديم هؤلاء الفنانين الشبان ودعمهم قدر الاستطاعه من خلال صندوق التنميه الثقافيه. صاحب الفكره ورئيس المهرجان هو المخرج الكبير خالد جلال طبعا. السنه دي الحقيقه بتتميز الدوره بالمستوى الكبير اللي تم تقديمه من خلال لجان المشاهده اللي شافت ما يقرب من 50 عمل مسرحي من مختلف جامعات مصر. وللمره الاولى وبناء على توصيه اللجنه مع الوزيره وافقت على زياده عدد المتسابقين من 10 عروض مسرحيه الى 12 عرض مسرحي. بتمثل كم جامعه يا دكتور؟ الجامعات طبعا ال 50 عرض تقريبا كانوا بيمثلوا كل جامعات مصر، ولكن لجنه الفرز اختارت ال 12 عمل مسرحي تقريبا من 7 أو 8 جامعات، لان في جامعات ليها اكثر من عرض. جامعه عين شمس ليها 3 عروض، جامعه حلوان ليها عرضين، في جامعات خاصه طبعا ممثله برضه لان هم دخلوا في هذا المجال ومهتمين جدا بالانشطه. فالحقيقه لا، في مجموعه متنوعه من العروض من عده جامعات مختلفه. الجميل كمان ان العروض هتتم على 3 مسارح في القاهره، مسرح مركز الهناجر ومسرح مركز الابداع الفني، الاثنين دول في ساحه الاوبرا، ومسرح الغد تابع ده لقطاع الانتاج الثقافي. اتفضلي. ليه يا دكتور؟ طيب اتفضل اتفضل. لا اتفضلي تمام. دكتور، لما نيجي نتكلم عن هذا العدد من الجامعات اللي مشارك بالعدد الكبير برضو من العروض ده، نقدر احنا كجمهور مش موجودين في جامعات نتابع العروض دي ولا ما نقدرش؟ العروض مجانيه ومفتوحه للجمهور من كافه الفئات وكافه الاعمار. العروض في جدول طبعا بيعلن، هو معلن على مواقع صندوق التنميه الثقافيه والموقع بتاع المهرجان نفسه. العروض كمان فيها ميزه ان هي بتؤهل العمل الفائز بالجائزه الاولى في او بالمركز الاول في هذا المهرجان للمشاركه في المهرجان القومي للمسرح المصري. ودي بتبقى فرصه كبيره جدا للفنانين من شباب الجامعات ان هم يحتكوا ب كل المستويات في المسرح المصري على الساحه. كل التوفيق لمهرجان نجوم المسرح الجامعي في دورته السادسه، بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافيه.